صباح الخير زملائي بالاستوديو، وصباح الخير لكل مشاهدين ومتابعين قناة زاغروس الفضائية. اليوم جايبين لكم موضوع كلش حلو ولطيف، يحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي. ومثل ما تشوفون بين يوم ويوم وكل فترة إذا طش عندنا فد كلمة أو مفردة، تلقون ثاني يوم الشارع العراقي كله وحتى داخل البيوت يستخدمون هاي المفردة. راح نسأل الناس ونستطلع عنهم عن هاي الشغلات، شنو الكلمة اللي سمعوها من مواقع التواصل الاجتماعي عجبتهم لذلك قاموا يستخدموها ويا أهلهم ويا أصدقائهم وبالشارع. خليكم ويانا. مرحبا. اهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ عفاف عبد الرحمن. على راسي عيوني. طبعا ما شاء الله البنوتات الحلوات بناتي. نعم. الله يحفظهم ان شاء الله. عيوني، احنا اليوم موضوعنا يخص مواقع التواصل الاجتماعي والتحشيش اللي دي يصير به. كل كم يوم تطش عندنا حكايه او مفرده تلقين الشعب العراقي كله يحكيها. شنو المفرده اللي بقت بذهنك وبديتي تردديها انت وهالبنوتات الحلوات؟ يعني مرات مثلا عادي عادي. اي مثلا مرات ملك الكلاوات، ملك الكلاوات. اي يعني ومرات لها وقت، يعني انت شوف تطلع فتره وتروح تجي مكانها وعده ثانيه ورددها بالبيت من باب الطرفه، يعني ويا الاهل ويا الاصدقاء ويا العائله. من عندكم اكثر وحده من بناتك حشاشه وتستخدم هالمصطلح؟ ابني بالبيت، يعني ماكو شيء، كل شيء يطلع على التيك توك او ناسا طبقه بالبيت. او تدري مو الاطفال مو مثل الكبار، اكو كلمات تطلع بالبيت ما مقبوله، او حركات تطلع بالتيك توك او باي يعني بتطبيق بالبيت ما يجوز، يعني مو كل شيء احنا يعني لازم احنا نسوي شويه شو يعني نقول فلتر ويا الاطفال، يعني مو كل شيء ينتقل بالبيت او كل شيء يعني مقبول، المقابل ما راح يفهم هذا الشيء، يعني اتوقع هذا قله تربيه او شيء، فلازم يعني مو كل شيء ندخل رئيس البيت او نقول له يلا مشي مشي مشي. اكيد هو احنا بعيد عن موضوع الطرفه، اكيد انه اكو شغلات المفروض مراقبه الاهل، لان هسه عندك كل شوية دون سن ال 18 على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا طبعا اكيد، يعني هاي الشيء يعني هواي اذى العالم، هواي يعني اطفال حتى بالشارع يشوفوهم من باب الطرفه مثل ما رايك تقول، بس ما اخذها في ضحك، واهله ممكن ياخذه بس ما يدروا من عواقبها، من يكبر راح ياخذ هذا الشيء وياه وراح يكون يعني عواقبه سيئه صراحه. وعلى التربيه تختلف تربيه، احنا قبل كانت اهاليتنا الله يرحمهم يعني كانوا يعطونا فد نوع من الفلتره، هذا اللي تقول احنا كنا نجيبه بس من المدرسه، يعني شو نجيبه من المدرسه؟ انما هسه صار على نطاق واسع، يعني مواقع التواصل صار اكثر من مره، اكثر من واحد، يعني جروبات شغلات، فانت لازم الطفل تخليه يعرف هذا مقبول او غير مقبول. هي طبعا مفردات هوايه، لكن اللي طشت واللي بقت ببالي واللي استخدمها ويا اصدقائي ويا مرات ويا والدتي بالبيت ويا اخواني وحتى ويا الاطفال، انه انت مالك هاي الكلاوات. اي انه اي شغله يقولوها هي فعلا يعني او تحشيش او كذا، انه راسا اقول لهم انت مالك هاي الكلاوات، فمباشره يعرفون هالموضوع، فراسا ايضا يصير تحشيش بالبيت وضحك. يعني الحج يلا يحفظها تقولها انت مالك هاي الكلاوات؟ اي مرات تقول على فد شغلات امور يعني قديمه وكذا، اقولها انت مالك هاي الكلاوات. الله يسلمك. يعني مفرده لو ببالك تستخدمها؟ ها مفردات والله هواي طش، كل فتره طش مفردات، يعني تملك هاي كلاوات، هواي هواي مفردات يعني نستخدمها، والطش تحشيش للضحك فتره معينه وتتغير تجي واحده بدالها واحده غيرها. انا عندي كلمه ظلت بذهني، ها شني نايم قاعد، هاي ظلت بذهني هاي. زين دائما اصدقائي او الموظفين الموجودين عندي زين دائما اقول لهم هاي ها شني نايمين قاعدين. شلون تقول لهم يا هاي شب؟ انا عندي هنا الولد زين دائما يسخت عندي زين، فاقول اجي لا تسخت بعد زين، اقول له ها شني نايم قاعد، يقول لي ها استوني زمت التليفون زين، هاي عندهم هاي الحجه هاي هم ضيفوها من المفردات اللي هو ها استوني قاعد، ها استوني قاعد. بدو اروح لك، وانت ايش بقى ببالك؟ ما هاي شني وين ما وين شني. اي فدائما يعني استخدمها وياهم ويا الاشخاص يعني اصدقاء المقربين لي او اصدقائي او داخل العمل، فاكثر من مره يعني تتردد انه هاي ببالي صارت وارددها عليهم. زين بالبيت ويا الحجيه ويا اهلك هم تستخدمها؟ اي نعم. شلون شو تقول لهم؟ ها شني وين ما وين هيك يعني بهاي الطريقه. اسمك؟ اسمي ديلان.
يا اهلا وسهلا ديلان. اليوم عندنا موضوع هو خلينا نقول تحشيش مواقع التواصل الاجتماعي. مثل ما نشوف كل كم يوم دا تطش عندنا فد كلمه او فد مفرده تلقين الشارع العراقي والبيوت كلهم يستخدموها. شنو الكلمه اللي بقت بذهنك وبقيت ترددين؟ الكلمة اللي تأثرت بها أني ومعظم الناس تأثروا بها اللي هي هاي مال ألو عماد طب طق التقاعد. زين أنت شلون تستخدمين؟ شلون أستخدمها؟ مثلا أنت متفقة على فد شيء ويا صديقاتي فجأة يغيرون المكان، أصلا أنا ندرعيهم أقول ألو عماد شكو صار؟ ألو طب زين طب هلو؟ وإنه هاي المفردة هواية أثرت بينا إحنا بجروبنا بعد ما أعرف. نضيفي لهم هاي شنو هاي؟ هاي غير شغلة هاي؟ هاي غير شغلة هاي، هي موجودة. اكو بعد فد مفردة تستخدميها؟ نو هاي أكثر شيء قاعدة نستخدمها هسه. يعني هاي صارت الترند مالتك. ترند عافية ترند، هي أصلاً تصدرت بالسوشيال ميديا على كل الجولات اللي يقولوها. ولك فكايوني وين ماخذني؟ ولك رجعني. وبعد شنو ببالك؟ وبعد نايم قاعد. شلون تقولها؟ احكي لي اياها شلون تقولها؟ شني نايم قاعد. حلو. وهاي زين انت منين لك هاي الكلاوات؟ جبتها من باب الشرجي. أعزائي المشاهدين، شيني نايمين قاعدين، وصلنا وياكم لنهاية فقرتنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وأكيد راح نلتقيكم بفقرات واستطلاعات جديدة. مغيث خالد لبرنامج نسمات زاغروس، زملائي بالاستوديو، إلكم الجو.